في ختام الساعة الإخبارية من العالم هذا الصباح، ما لقيناش الحقيقة أحلى من هذا الخبر ولا أكثر بهجة منه عن وصول الآلاف من الحجاج إلى مدينة مكة المكرمة في السعودية أمس الجمعة. بيتوقع استقبال 1,000,000 مؤدي لمناسك الحج بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا. المئات أدوا الطواف حول الكعبة مرتدين ملابس الإحرام، البعض منهم طبعا بيمسك مظلات لتقي حرارة الشمس. يعني بعتقد أنه كل من كتب لهم الله الحج هذا العام وكل من لم يكتب له الله حج هذا العام بنشترك جميعا في الدعاء والابتهال إلى الله تعالى، وأيضا يعني التكبيرات طبعا ولبيك اللهم لبيك التي بدأت بالفعل من الليلة الأولى من العشر من ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة. ربنا يتقبل يا رب الكل اللي ربنا كتب لهم وكرمهم بالحج هذا العام، وربنا يرزق كل مشتاق يا رب، اللهم آمين.